السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا بالشباب. إن شاء الله النهاردة ده يعني زي ما بنقول كده، ده القعدة الأخيرة بتاعة المعمل، بحيث إن إحنا إن شاء الله ده آخر حاجة بالنسبة لنا في الجزء بتاع المعمل. بس الجزء بتاع المعمل ده يعني هنقول بقى إن أنت كده لو ملحقتناش في إن أنت تعمل التاسك ده، فأنت كده مع احترامي لسيادتك أنت بعيد بعيد بعيد. يعني ايه؟ يعني انت كده ان انت مش مهتم بالمادة، وان انت كده تحط في ايه، في بنود كتير انت اللي يعني انت اللي هتتأذي فيها. ليه؟ ان انت كده راجل مش متابع، فانت مش متابع مستني من الناس تعمل ايه، فالكلام ده يرجع لك. فاللي انا بتكلم عليه ان التاسك اللي هيتعمل النهاردة هيبقى شامل جزء تبع لللاب، وجزء تاني النص التاني بقى نظري، بس نظري ان انت المفروض تكون ايه، ذاكرت وعملت، عشان انت هتقدم لي ريبورت عن الدايرة دي بالطريقة اللي هقول لك عليها. يعني ان انت سيادتك دلوقتي هتبقى مضطر ان انت ايه، ان انت تبقى اوير ايه اللي احنا بنتكلم فيه. فعشان تعرف احنا بنتكلم في ايه لازم تكون ذاكرت الجزء بتاع الموديل والاي سي اناليسيس بتاع البي جي تي والكلام ده كله. فالعملية مش هتبقى ان اي حد هيرزع اي كلمتين وخلاص. طبعا زي ما بقول لك توارد الخواطر مش هينفع. ليه؟ توارد الخواطر ان انت دلوقتي هي دايره هنعملها على السيميليتور زي ما انت عملت الدايرتين اللي فاتت للناس اللي عملت، هقول لك امين. لكن بالنسبه للناس اللي ما عملتش هتلاقي نفسها ايه؟ مش عارفه تعمل حاجه، فما ترجعليش. انت بقى معلش انت ساعد نفسك المرتين اللي فاتوا، احنا ساعدنا الناس وقعدت ارد عليهم واللي واللي. لكن اللي انت فيه دلوقتي انت يعني زي ما بيقولوا جنت على نفسها مراكش، انت اللي عملت كده في نفسك. فانت ممكن تركن جنب واحد زميلك تساله ان هنعمل كده ايه والكلام زي كده، لكن بعيد عن ان حد يعمل لك دايرتك تعملها بايدك، عشان نفس الشروط اللي احنا ماشيين بيها ان انت هتصور الاي دي وانت في الفيديو. الفيديوهات اللي مش هتطلع باينه، يعني انت بعد ما تصور الفيديو وتحط الاي دي بتاعك او اثبات الشخصيه اللي احنا زي ما احنا متعودين وتحطه، تمام، لقيت الفيديو الاي دي مش باين فيه، ما تبعتوش عشان هكتب لك لاغي. هتقول لي لاغي ليه؟ ده باين، هكتب لك لاغي. يعني انا عشان برضو نبقى ايه واضحين، عشان بعد ما بقول الكلام والتعليمات ابص الاقي واحد هو ما ينفعش نعمل، لا ما ينفعش. انا خلاص ايه يعني قصه ينفع وما ينفعش دي ببص الاقي دخلت في جدل ملوش لازمه. يعني ايه نفضل بنضيع وقت بعض والناس ايه بتبقى تقريبا فاضيه او ايه بتصلي صيامها تقريبا. فاللي انا بقول لك عليه بلاش تخش معايا في سكه ايه ان انت تضيع وقتي وضيع وقتك. اتفقنا يا شباب؟ يعني يا ريت نكون على مدى المسؤوليه. الحاجه التانيه ان انت وانت جاي تصور بتاع ده وانت بتعمل ران هتوريني طبعا الخارج بتاع السكوب والكلام ده كله، وهتدوس على زرار الاون والاوف عشان اشوف ان انت فعلا بتشغل الدايرة وان الدايرة بتاعتك، وتوريني الدايرة بتصور فيديو للدايرة بتاعتك، تمام. بالنسبة للأنسات بتاع ده انا عملت جروب على الفيس، هبعت لكم اللينك بتاعه برضو، الجروب بتاع الفيس ده عشان نبعت عليه الدوائر او السيميليتور. بالنسبة للأنسات اللي مش عايزة تبعت على الجروب تبعت له على الخاص، نفس القصة بتاعت الفيديوهات، اتفقنا. لكن اللي عايز يبعت على الجروب بتاع تسليم المشاريع امين، محدش يبعت لي على اي جروب تاني خلاف بتاع المشاريع. يعني انا عملت الجروب ده مخصوص عشان ما ايه ما نشغلش جروبات الدفعه. وبنبص يعني صراحه يعني انا بصيت لقيت انا متشتت، وبرضه الناس ايه يعني بدات كل شويه الناس بعت كلها دواير، في ناس عايزه تذاكر الفتره الجايه بقى في الجروبات دي ممكن تبدا ايه عايزه تشتغل تاني، ان حد عاوز يبعت حاجه لحد الكلام زي كده. فالجروب اللي انا عملته ده عشان تسليم الدوائر بس. واحد يعمل لي منشن بقى في الجروب الاوفيشال بتاعي، منشن معرفش فين يمين شمال ولا هشوفه، حتى لو هو عامل لي منشن ولا اكني شايفه، عشان برضو ايه نبقى واضحين. التسليم في الجروب اللي انا عامله واللي هبعت لك اللينك عليه للناس اللي لسه ما سجلتش، اتفقنا يا شباب؟ وده بعد ما استلم منك الدايره اخرج منه يا عم، ما يعني ما تزعلش ماشي. يعني ايه انا مش هربطك في الجروب ده، بعد ما تسلم دايرتك واكتب لك خلاص تم الاستلام اتفضل اخرج. طبعا الدايره دي ده النص العملي بتاعها، النص الباقي اللي هو الثيوري هتحلها كمساله، كل مشتملاتك موجوده، فهتحلها دي سي اناليسيز واي سي اناليسيز وترسم مودلز
وتكتب لي كومنتات اكنك بتعمل بحث، انت راجل بقى اكنك بتعمل ديزاين لدايره، عايزك تطلع لي كل اللي فهمته في الكورس ده على قد ما تقدر اعمل، يعني على قد ما تبين لي ان انت واحد فاهم وان انت جبت الدايره دي، والدايره دي لو عملت كذا حاجات انت تعملها زياده ماشي، وتكتب لي كومنتات عليها، شلت المكثف وحطيت مقاومه، شلت معرفش، اكتب ده انا لو عملت ترانزستور خلاف ده، ده انا غيرت المقاومه دي، اكتب. عايز تعمل حاجات تانية في الدايرة، اعمل اللي تقدر عليه بحيث ان تفهمني ان انت الجزء ده انت هضمه كاناليسيس بقى كحسابات. واحد بيحل بمزاجه، شغل الكرواتة وشغل ايه قلب واجري ده مش عايزه. طبعا ايه النص التاني بتاع الجزئية دي هيبقى جزء ثيوري، يعني اللي هو هتحل ايه مسائل، طب بعد ما احلها اعمل ايه، هتحوله ملف PDF، هتصور برضو الاي دي بتاعك على اول ورقة من حلك وتخليه ملف PDF واحد، وهتبعته على الايميل برضو اللي هو الايميل ايه الايميل بتاعي اللي انا برضو هرفقه، يبقى الايميل بتاعي مش هتبعت عليه الا ايه الا الحل بتاع، ايوه الحل بتاع المسألة اللي هي الدايره دي، بس هنحلها كمساله عشان ما نضيعش وقتنا والكلام ده كله، نخش في الشغل بتاعنا بتاع النهارده. الشغل بتاعنا النهارده زي ما بقول لك احنا هناخد عليه بقى طب يعني مفيش هديه كده للناس، ويعني الناس تجري وتعوز تسلم والكلام زي كده، عايز اقول لك ان التسليم بتاع الدايره دي هيبقى اخرك، يعني اخرك ده المفروض ان انت ايه، المفروض ان ده هيترفع لك يوم الخميس الساعه 9 الصبح ان شاء الله هيبقى عندك، يبقى انت عندك الخميس كله، عندك الجمعه كله، عندك السبت كله، عندك الحد كله، عندك الاثنين، يبقى الاثنين بالليل ده اخرك، الاثنين بالليل اخر تسليمك للدايره، للدايره بمشتملاتها، يعني الساعه 12 بالليل يوم الاثنين 12 ودقيقه، ما تحذفليش حاجه عشان ولا هكتب لك لاغي ولا هقول لك مقبول ولا هقول لك حاجه، انا كده هسيبك قاعد تبعت مع نفسك، لكن انا خلاص هبقى استلمت ايه الدوائر من الناس. طب يا دكتور يعني ما فيش الناس اللي هي ايه الناس يعني عايزين هديه زي المره اللي فاتت وان احنا نتصارع والكلام زي كده، يا باشا بص صلى على النبي، الدايره دي كلها على بعضيها انا هديك للناس اللي هتقدم الشغل وهيعجب لي شغلها، اللي هو بيكتب ديتيلز وقاعد يحل وراجل بقى جاب لي يعني جاب لي من المناء خيار، جاب من يعني الدايره اللي قدامك دي دايره سهله، انت عملت الاصعب منها اللي هي كانت اللي فاتت، يعني بسم الله ما شاء الله انا شفت شغل ناس صراحة ربنا يبارك لهم تسلم ايديهم. فاللي انا عايز اقوله ان الدوائر الدايرة دي مش صعبة، لكن الاناليسيس عايز ابقى واحد قاعد بكوباية شاي متينة، فانا هسيب لك يوم الخميس كله، لو حد سلم يوم الخميس كله عندك لحد الساعة 12، الناس اللي هتسلم يوم الخميس بس خلي بالك انا مش هتسأل في حاجة، الكومبوننت باينة، الدايرة باينة، فانت ما عندكش حاجه، ما تجيش تقول لي راجع ده ما تطلعش خارج، لا بتطلع. المره اللي فاتت ناس قاعده تقول لي ما تطلعش، ابص ايه لما رجعت له الاقي مقاومه غير، الاقي مكثف عامله غلط، فطبعا الكلام ده انا مش هراجع على حد، انت قدامك دايرتك قلب نفسك وشوف ايه اللي غلط عندك. انا مش هراجع على دواير حد، انا كل العمليه اني هبدا اعمل ايه يا باشا؟ هستلم منك دايره. تمام يا شباب؟ وبقول لك البونص بتاعك الناس بقى اللي هي ايه قدمت دايره وما قدمتش التانيه، طب ده جالك حلك اهو ان انت تلحق. الناس بقى اللي ما سلمتش خالص او نص العمى ولا العمى كله، يا عمي الحق قدم دي على الاقل تبقى ايه حاجه تتحط لك في الصندوق عندي، لكن بقى اللي مش هيسلم دي لا معلش بقى، يعني انت كده ايه بتقول لي انا انت مش لازمني في حاجه. تمام؟ فاللي انا بتكلم فيها يا شباب دلوقتي ان احنا نلتزم في قصه التسليم بتاع الدوائر دي. نشوف الدايره دي بقى دلوقتي، الدايره دي بالنسبه لي دي دايرتين امبليفاير ورا بعض. ليه؟ مين اللي قال لي ان هما دايرتين امبليفاير ورا بعض؟ قال الترانزستور وليكن هنسمي الترانزستور ده Q1، يعني لو جينا نسمي الترانزستور ده وليكن هنسميه Q1، ادي الترانزستور Q1 يا باشا، ادي Q1 الترانزستور ده يعني هقول لك رقمه كام، ادي Q1 حاضر، وده Q2 ده رمز للترانزستور، يعني الترانزستور ده والترانزستور ده هناخد الترانزستور BC107 وهتلاقيه مكتوب،
وهناخد بي سي 107 ايه عشان يبقى مناسب لايه للسيميوليتور. برضو عشان ليك هناخد البيتا بتاعه الترانزستورات دي، البيتا بتاعتي اللي هي الاتش اف اي هناخدها ب 110. يبقى انت دلوقتي وانت جاي تحلها كمساله عرفت ان البيتا بتاعتك بكام؟ ب 110. الفي سي سي هتبقى بكام يا دكتور؟ الفي سي سي بتاعتك هتساوي خدها ب 10 فولت. يلا يا عم ولا تزعل. طيب يبقى دي دلوقتي هناخد الفي سي سي بتاعتك ب 10 فولت. الحته دي اللي هي فيها الاي سي انبوت، يعني اللي هي ما بين، شايف ما بين الاكس دي وما بين الاكس دي، دي اللي هنحط السيجنال جنريتور وهندخل فيه بتاع ده السيجنال جنريتور، والسيجنال جنريتور هيبقى ساين ويف. يبقى انا دلوقتي بدل ما هي الاي سي انبوت ده يتشال. يبقى هنحط ما بين الاكستين دول اللي هو مين؟ هنحط ما بين الاكستين دول اللي هو السيجنال جنريتور. طب الاسكوب هيتحط فين؟ الاسكوب بتاعك هيتحط هنا. يبقى ده مكان الاسكوب. يبقى ما بين الاكستين دول ده مكان ايه؟ مكان الاسكوب بتاعك. يبقى ما بين الاكستين دول ده مكان السكوب بتاعك. اتفقنا؟ طبعا زي ما انت شايف الدايره الكومبوننت دي هتلاقي ايه؟ هتلاقيها في الصفحه اللي جايه على طول. لو انت خدت بالك ان انا مقسم لك الدايره دي عباره عن جزئين، هي بالفعل جزئين. يعني انا جاي اعمل اناليسز، هعمل اناليسز لدي لوحدها، هعمل اناليسز لدي لوحدها كدي سي اناليسز. ليه؟ عشان دلوقتي المكثف ده لما هيبقى اوبن سيركت هتبص تلاقيه اتشال، فهيعزل الدايره دي عن الدايره دي، وتطلع لي بقى الشغل بتاعك والكلام ده كله، الشغل بتاع الدي سي اناليسز العادي جدا. طبعا انا عشان حسيت ان المسميات بتاعه المقاومات مش باينه، فدي كان ار اي، فرحت كاتبها لك ار اي. دي اسمها ار اف 1 تمام، دي ار سي، ودي ار سي 2 تمام، ودي ار اف 2، ودي ار 4، ار 3. يبقى معنى كده ايه؟ الحاجات دي هتلاقيها في الصفحه اللي جايه في الكومبوننت، ورقه الكومبوننت بتاعتك. ودي ار 1 فرحت كاتب لك ار 1. طيب سيادتك بقى لما اجي اعمل الاي سي اناليسيس هبص الاقي ان المكثف ده بقى شورت سيركت. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الدايره دي هتبقى هي اللود على الدايره دي. فاكر لما احنا كنا بنعمل زي ما هوريك في اخر السلايد كده، هعمل لك ايه؟ اعمل لك منظر كده اللي هو ايه؟ هوريها لك لما نيجي نحل النظري. لكن بغض النظر عن النظري دلوقتي احنا عايزين نعملها كلاب. فانا عشان اعملها كلاب هترسم الدايرتين، هتنزل الترانزستور اللي هو البي سي 107A، وهنغير البيتا بتاعته اللي هي الاتش اف اي، بدل ما هي مكتوبه في البرنامج برقم 165 مثلا هنخليه 110، وهوريها لك تطلع منين، وهوريك ازاي تطلع القيم دي من الداتا شيت. يعني هوريك ازاي تطلع الدايره بتاعتك من الداتا شيت. طبعا الكومبوننت دي كلها انت خلاص بقيت معلم ان انت بتعرف تطلعها، اضافه الاجهزه بقت الدنيا زي الفل. طبعا دي كده نقطه لحام عشان برضو ايه ما حدش يعديها كخطوط. طبعا دي نقطه لحام هنا، هنا دي نقطة لحام، هنا دي نقطة لحام هنا برضو تمام. المكثف ده موجود على الار اي، فهو ده اللي انت لو عايز تلعب بقى بيه وتديني الحبشتكنات بتاعتك وتديني اناليسز عدة. يعني انا شفت شغل ناس معدي صراحة، تسلم ايديهم، ناس فاهم، ودول معلش يعني ليهم تقدير عندي في حتة معينة، وليهم ايه يعني معلش لما اجي اقول الناس دي نظبط لها الدنيا يبقى هيظبط لها الدنيا ان شاء الله. ليه؟ عشان إيه؟ شكله فاهم خلاص، انا مش عايز منه حاجه، هو معلش انا هقعده جنبي اعمل بيه ايه؟ لكن اللي هو مكبر دماغه والله براحتك يا باشا، انت كده كده هتذاكر، ذاكرت السنه دي هتذاكر، ذاكرت الترم الجاي هتذاكر. فمعلش اغصب نفسك وحاول تعرف المنهج بيقول ايه. بغض النظر انا لسه لحد دلوقتي ما اعرفش الامتحان بيدور عن ايه، ولا هيجي ازاي، ولا اداره الجامعه هتعمل ايه، ما اعرفش انا الكلام ده لسه. لما هينزل قرار هبلغك بيه وهيتعرض على صفحه الجامعه. تعال نخش بقى على الكومبوننت. ادي الكومبوننت، جيت قلت لك ايه؟ كيو 1 وكيو 2 بي سي 107، وبقول لك بي سي 107 ايه عشان ايه العملي تبقى ايه، تبقى تحطه في بتاع ده، تحطه يعني وانت بتحط الكومبوننت هوريك تحطها ازاي. وادي الفي سي سي 12. طب انت قلت لي 10، 12 ولا 10 يا عم مش فارقه. وادي الكومبوننت بتاعتك كلها يا عم، ادي الكومبوننت بتاعتك كلها. اتفقنا يا شباب؟
فهتبص تلاقي ايه كل الكومبوننت باينه اهي 2.7 من 10 كيلو 10 مايكرو الكلام ده كله. اتفقنا. نخش بقى دول ايه؟ دول لينكين للداتا شيت. يعني انت لو دخلت الجوجل وتقول له بي سي 107 داتا شيت هتلاقي مواقع كتير طلعت لك في الداتا شيت. فانت لو دوست على دول هتلاقي ايه؟ هتلاقي الداتا شيت اللي انا هكلمك عليها. انا خدت بس ايه من الداتا شيت معلومه بس صغيره. ايه هي؟ ان انا عندي انت شغال على انهي ترانزستور؟ بي سي 107 ايه؟ عشان في بي وفي بي 108 بي وهكذا. انا عايز اشتغل على البي سي 107 اي. حلو. فقال لك الاتش اف اي بتاعتك اللي هي البيتا بكام؟ اهي يا عم قال لك ب 110. 110 والكبير الماكسيمم فاليو ليها كام؟ 220. يعني القيمه بتاعتها بتنحصر من 110 ل 220 للترانزستور اللي هو الايه؟ البي سي 107 اي. واحد يجي يقول لي طب ما تنفعش 2 ان 4 اتنينات؟ تنفع، بس انا بقول لك هنركز على ترانزستور واحد عشان ينفعني ان القيم تبقى او الاناليسيس بتاعتي اللي اعملها بالكالكوليتر وبالحل اللي هو على الورقه تطلع القيم قريبه. ما انت هتقارن بقى ايه؟ هتيجي في الاخر الناس اللي هتعمل ريبورت محترم هيجي يقارن لي الشغل اللي طلع في العمل ان ده اداني جين 10، في الاناليسيس اداله جين 2000. طب الفرق ده طلع منين؟ وهل انت حلك صح ولا حلك غلط؟ طب والجين عباره عن ايه؟ الجين يا باشا انت هتشوف الانبوت كنت مدخله قد ايه، الاوتبوت انت طلع معاك قد ايه، تقسم ده على ده يديك الاوتبوت، يديك الجين بتاعك، فانت تشوف الغلط بتاعك فين. اتفقنا؟ فانا دلوقتي الاتش اف اي بتاعي بالمنظر ده، اتفقنا، عند البي سي 107. فده كان معلومه من ضمن ايه؟ معلومه من ضمن المعلومات بتاعتي. معلومه من ضمن المعلومات بتاعتي. طيب فاحنا اللي احنا هناخده هناخد البي سي 107، هناخد ال 110 وهوريك انا هعدلها في البرنامج ازاي. بس انا عايز اشوف هطلع البي سي 107 من البرنامج ازاي. لو بصيت ان احنا بندوس على ال ان بي ان ترانزستور وانت بقيت معلم ازاي توصل للترانزستور، طب انهي واحد فيهم اللي هيديني بي سي 107؟ هتلاقي في اللايبرري بتاعتك حاجه اسمها موتورولا، هي المفروض هي موتورولا 1. اللايبرري بتاعتك هتلاقي فيها بي 107، هنختار البي سي 107 ايه. بعد كده انا عشان بقى اغير الاتش اف اي او البيتا هتدوس على علامه الايديت دي، هتدوس على علامه الايديت هيروح مديك الشاشه دي. يبقى انا بختار ايه؟ بختار الترانزستور البي سي 107 ايه. تخش على علامه الايديت عشان تغير ايه؟ تغير قيمه الاتش اف اي. فين الاتش اف اي بتاعتك؟ انت عندك هنا بيقول لك شيت 1 شيت 2 شيت 3. ايه دول بقى ان شاء الله بعد ما طلعت من الايديت؟ ده بيديك الداتا شيت بتاعتك اللي احنا كنا لسه عارضينها، بيديك كل حاجه في الداتا شيت والبرفورمانس بتاعها، يعني كل سبيسيفيكيشن في الداتا شيت هو حاطها لك. اذا كان في شيت 1 هيقول لك حاجات، شيت 2 قايل لك حاجات. طب ايه اللي انت عايزه؟ هنا بيقول لك فورورد كارنت جين كوفيشنت اللي هو الاتش اف يا باشا. فانا هنا هاجي هنا اروح معدل، بدل ما هو مكتوب 165، وطبعا 165 ده يعتبر لوجيك. ليه؟ عشان الراجل قايل لي من 110 ل 220. احنا قلنا بقى ده هنعدله ايه؟ ده احنا قلنا هنروح شايلين ال 165 ونروح حاطين مكانها كام؟ 110 عشان نشوف الاناليسيس بتاعتي او الاوتبوت بتاعي يطلع ايه. باقي الحاجات دي انا مش هغيرها، هسيبها زي ما هي. تمام. طيب انا بعد ما عدلت ده هندوس اوكي وكده يبقى الترانزستور بتاعي اتضاف. هعمل كده بالنسبه للترانزستورين عشان ما يجيش واحد يعدل في ترانزستور ويسيب الترانزستور الثاني ويقول لي الدايره ما بتطلعش ناتج او الناتج غلط. هقول له براحتك. طيب لو رجعنا للدايره تاني، انا رجعتك للدايره دي تاني ليه؟ عشان نتكلم بقى عليها كنظري. هي كعملي انت هتوصل الدايره، هتحط زي ما قلت لك السيجنال جنريتور مكان الاكستين اللي انا قلت لك عليهم والسكوب هنا وتطلع الاول. طيب ايه اللي انت عايزه؟ اللي انا عايزه دلوقتي عايزك تقول لي ده بالنسبه لك كومون ايه. طبعا ده في الاناليسز والكتابه بقى اللي انت هتكتبها لي، الراجل المعلم بقى اللي هيكتب لي كل ايه كل كحه في الدايره دي يكتبها لي، يقول لي المكثف ده انت حاطه عشان كذا، والمكثف ده لو اتشال يبقى ايه اللي هيجرى، والده هي بص انا مش هغصب عليك حاجه، اوبن مايند. اللي تقدر تكتبه لي عن الدايره دي اكتبه. يعني واحد هيجي يقول لي الدايره دي الاولانيه يا دكتور دي كده كاسكيد امبليفاير. يعني ايه كاسكيد امبليفاير؟ يعني كذا كذا. اكتب
اكتب الكلام اللي احنا قلناه في الفيديوهات، طلع منها بقى، وريني ان انت كنت بتسمع، وريني ان انت فهمت حاجه، يعني وريني ان انت فهمت حاجه. حلو، هيجي يقول لي وده بالنسبه لي ده هيبقى كومون اميتر، وده كمان كومون اميتر. انا عشان اطلع جين يبقى اطلع الجين بتاع ده، وبعد كده اطلع الجين بتاع ده واضربهم في بعض، عسل قوي. بس عشان اطلع الجين بتاع ده اللي هو الايه اللي هو الدايره دي، عشان اطلعها لازم لي اعرف حته بس صغيره لازم انوه لك عليها، عشان لما تيجي تعمل الاناليسيس بتاعها ما تتوهش. وهفهمها لك ازاي، اصبر عليا. فاحنا عشان نقول الدايره دي هنعمل لها اناليسيس ازاي، الدي سي اناليسيس بتاعها واحد هيقول لي اه سهل، انا كل العمليه المكثفات لما افصلها ده هيبقى مفصول عندها، اقول لك تمام. طب بالنسبه بقى ان انا لما اعمل دي سي اناليسيس، عايزك بقى توريني ازاي هتعمل الموديل بتاع الاولاني اللي هو الاتش بارامتر موديل، وازاي هتعمل الاتش بارامتر موديل بتاع التاني، وازاي هتوصلهم الاتنين ببعض في المودلز بعد كده. ده هتعتمد على ان انت هتشوف البيز متوصل بالكوليكتور ولا الاميتر واصل بايه. وريني انت بقى، وريني التاتش بتاعك بقى، بس يعني ايه، خليك ناصح واشتغل عدل بس. وانا جاي انا كده، يبقى انت لازم ترسم الاتنين موديل وتوريني ازاي هتوصلهم ببعض. ده اول جزئيه، يبقى انا لازم اعمل موديل اللي هو الاتش بارامتر موديل لده، اتش بارامتر موديل لده، والاتش بارامتر موديل لده اللي هو الثاني، وتوصلهم لبعض. ده هيبقى اول جزئيه عايزين نشوفها من سيادتك، عاوز ابص عليها والاقيها وايه، وارسم لي وخطط واعمل واشتغل برواقه. طب تمام، ايه اللي مطلوب بقى وانا جاي اعمل اناليسيس بقى؟ وانا جاي اعمل اناليسيس انا عاوز الفولتج جين بتاع ده، وعايز الفولتج جين بتاع ده عشان اضربهم في بعض. بس المشكله في حاجه، ايه هي؟ ان الدايره دي واخده المقاومه بتاعت الدخل بتاعت الدايره دي على انها اللود بتاعها. مش فاهمك، هو انت مش فاكر ساعه لما كان عندي مثلا دايره بالمنظر ده كده، ولما كان بيتحللك في السيكشن وكان بيقول لك ايه، ادي نفترض مثلا عندي دايره بالمنظر ده كده، وكان بيجي يقول لك ايه بقى باشمهندس، بيجي يقول لك ايه، وادي نحط هنا مقاومه اسمها ار لود. فاكرها دي ولا مش فاكرها؟ اه فاكرها. طب ار لود دي يعني ايه؟ ار لود دي ده الدايره اللي متوصله على الاوتبوت بتاع الدايره الاولانيه. طب ما هو بالفعل ادي عندي الدايره الاولانيه اللي هي دايره الامبليفاير الاولانيه اهي، شايله او مشغله الدايره الثانيه. ما هو الاوتبوت بتاعها هو اللي هيشغل الدايره اللي بعديها كانبوت. اه مش الاوتبوت بتاع الدايره دي هو اللي هيشغل دي كانبوت. اه يبقى معنى كده الدايره الثانيه دي تعتبر لود على الدايره الاولانيه. اه طب وانا اللود ده احسبه ازاي؟ جيت لي يا باشا في ملعب، انت كده راجل محترم، وانت كده كده هتفصل دي، يعني انت كده كده في الاناليسز عايز تفصل دي. بس انت قبل ما تفصل عايز اعرف، مش انت كنت بتقول ان الدايره كل دايره هتجيب لي الزد ان بتاعتها؟ اه مش انت هتعرف تجيب لي الزد ان بتاعت دي لوحدها؟ هتقول لي اه. طب ما هي الزد ان بتاعت الدايره دي هي اللي هتبقى الار لود للدايره دي. الله، يبقى معنى كده ان انت الدايره الاولانيه دي هترسمها زي ما هي. حلو، ويبقى وانت جاي تحسب الجين بتاعك، انت جاي تحسب الجين بتاعك، هيبقى الزد ان ده هو الار لود اللي انت عايزه عشان تحسب الجين بتاع الدايره دي. يبقى في البدايه انت هترسم المودلز عاديه، وتجمع وريني المودلز دي هتجمعها على بعض ازاي في الاناليسز. وانت جاي تعمل اناليسز لازم تطلع الجيم بتاع دي لوحدها والجيم بتاع دي لوحدها، وفي الاخر تضربهم في بعض. حلو، وتشوف هتضربهم في بعض وتعمل ايه واللي واللي، وتشرح لي. لكن انت دلوقتي شايف ان الدايره دي هي اللي مشغله الدايره دي، او بمعنى تاني ان الدايره دي هي اللود بتاع الدايره. بس الدايره دي ايه اللود بتاعها؟ المقاومه الدخل بتاعتها هو اللود بتاع الدايرة دي. طب اجيبه ازاي؟ انت كده كده هتمسك الدايرة دي لوحدها والدايرة دي لوحدها، تيجي تحسب لي الزد ان بتاع الدايرة دي، والزد ان ده هو اللي هيبقى الار لود للدايرة دي، وتدخلها في الحسابات بتاعتك. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا.
طبعا هتطلع لي بقى الزد ان والزد اوت، طلع بقى مشتملاتك كلها وتكتب لي كومنتات وتقول لي لو زودنا وغيرنا يا باشا. بص انا عايزك تدلعني في الريبورت ده، عايزك تطلع لي يا ريان يا فجر. وبرجع اقول لك توارد الخواطر بيبان. البرنامج اللي احنا شغالين عليه دلوقتي بتاع جي سيوت والكلام زي كده، توارد الخواطر فيها تبان. وطبعا معلش يعني انا لما همسك الريبورت وهلاقي ايه هيبان برضو ان انت ايه يعني، حتى لو ايه ما عدتوش على البرنامج. فيعني يا ريت شغلك ما تدوش لحد، انت ما تجاملش حد بشغلك. احنا تقريبا دلوقتي داخلين على مرحلة او فترة التقييم اللي احنا مش عارفين لسه، عاوزين نعرف بقى ايه، هنشوف التقييم على ايه. لكن انا بقول لك حاول تكون من اوائل الناس اللي هتسلم قدامك يوم الخميس بطوله. ما تحاولش تتواصل معاه عشان ايه، في الغالب ممكن ما ردش عليه. ليه؟ عشان كل حاجه باينه. لكن لو لقيت ان سؤالك في حاجه مش باينه هرد عليك. لكن تقول لي انا بعمل الدايره وما نطيتش، ما اعرفش. كل ما واحد بيقول لي الكلام ده في الدايره اللي في الدايره اللي فاتت، اراجع له على الدايره الاقي فيها مقاومه، الاقي فيها مكثف، الاقي فيها ما اعرفش ايه، الاقي مش موصل. لا معلش بقى يعني انتوا 230 واحد، لو قلنا اللي كان بيسلم 200 ولا 190 واحد فيعني كده كتير. فمش مش ه... يعني العملية مش هتبقى سهلة. خلاص يا شباب وبالتوفيق، وده ان شاء الله زي ما بقول لكم اخر معمل. يا ريت هتقروا التعليمات اللي مصاحبة للفيديو ده اللي فوقيها، تمام؟ فهتقروها عدل عشان وانت جاي تسلم ما يبقاش في حاجة ناقصاك عشان تقول لي انا ما عرفتش، عشان بعد ما عملت الكويز اللي فات ناس جايه تقول لي بتاع ده هو احنا قلنا ان في كويز امتى؟ يعني انا يعني مش عايز ارد، يعني مكتوب قدامه على الكلاس على الكلاس روم ومكتوب عليه كل حاجه هو كان امتى، وبعيد واكرر اللي لسه ما ضغطش على الفيديوهات دي من الكلاس روم، انا بقول لك انا ما بلمش لايكات ولا سبسكرايب. يعني مش تروح تتفرج على الحاجة على اليوتيوب، ما اليوتيوب موجود، لكن انا بقول لك دوس على الفيديوهات دي من جوه الكلاس روم عشان ده هو التفاعل بتاعك، هو ده اللي يأكد ان انت بدأت تسمع. ما انا ممكن ادوس وما اسمعش يا عم، براحتك بقى دي يعني بتاعتك. ما هو يعني كل حاجة وليها محطتها اللي هتتعرف فيها انت كنت بتسمع ولا ما بتسمعش. يعني انت ولا ايه، ولا مصلحتك انت اللي باقي عليها. خلاص تمام يا شباب، فكده تركز ان انت ايه، ان انت تحل دايرتك كجزء نظري والسيموليشن بتاعك. السيموليشن هيترفع على الجروب او بالنسبه للانسات، لو حد عايز يبعت على الخاص هيبعت، الرجاله برضو لو حد عاوز يبعت على الخاص ابعت، ماشي. وبالنسبه للجزء النظري هتعمله لي بملف PDF واحد وتبعته على الميل اللي هبعته لك، وتركز من في التعليمات تقراها بدقة عشان تسلم بدقة، عشان ممكن تلاقيني كتبت لك لاغي عشان ان انت في شرط من الشروط ده انت ما استوفيتوش. كل سنة وانتم طيبين يا شباب، وربنا كريم ورمضان كريم. يلا السلام عليكم.